بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم لواء معلق الرياضي محمود بكر. وأحداث الشوط الأول من لقاء وادي دجلة صاحب الملعب اليوم، 4 نقاط من 3 لقاءات مع نادي الزمالك، 5 نقاط من 3 لقاءات. هذا اللقاء يقام باستاد الدفاع الجوي في مباريات الاسبوع الخامس. على طول هنخش على وادي دجله، صاحب الملعب بيمثله امير عبد الحميد لحراس المرمى، وخط الظهر تامر محب في اليمين، رجب نبيل، طه عادل، كريم مسعد، نص ملعب اسلام عادل، احمد عبد الرؤوف، حسام عرفات، والناحيه اليمين مهاب سعيد، واثنين فراوده استانلي ودودو الجباس. اما الزمالك النهارده فبيمثله احمد الشناوي لحراس المرمى، حازم امام، علي جبر، يعود احمد ديودار مره اخرى عارينو، وكوفي في البدلاء، ثم احمد سمير يستلم المهمه من عبد الشافي. نص ملعب احمد عيد عبد الملك، ابراهيم صلاح، طارق حامد، مؤمن زكريا، واثنين راس حربه، خالد قمر وعبد الله سيسي. بيحكم هذا اللقاء طاقم تحكيمي بقياده الحكم محمد بسيوني، وبيساعده احمد ابو العلا، محمود بسيوني، وبيساعده احمد ابو العلا، واحمد حسام، واحمد الدليل حكم رابع. الزمالك هيبقى على يمينك وبزيه الابيض، ووادي دجله على شمالك، وادي احمد عيد عبد الملك النهارده مرمي ناحيه اليمين. لما ادوني الاسامي قلت ده يعني خداع، انما هو راح ناحيه اليمين، احمد عيد عبد الملك ومؤمن زكريا ناحيه الشمال. هنشوف عموما هيتحولوا ازاي او هيتحركوا ازاي. ونادي الزمالك، وبدايه وتصويبه من عيد عبد الملك، وضربه مرمى لوادي دجله. في المباريات اللي قبل كده لنادي الزمالك كان لسوء حظه كل فرقه تنزل تعمل له ترسانه دفاع، وكل مفاتيح لعب الزمالك بتبقى معروفه، فكانوا ناجحين الى حد كبير جدا ان هم يمسكوا مفاتيح الزمالك. الزمالك ليه كان بيتعادل رغم ان هو كان مستحوذ على كل الدقائق والثواني في المباريات اللي لعبها؟ لانه ما بيتحركش بدون كوره، وتحركات لعبته معروفه، فبالتالي كل واحد بيستناه في الحته المعينه ياخدها منه. هل النهارده نشوف الزمالك بيتحرك من غير كوره كويس وبيلعبوا كوره سريعه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. اي كوره سريعه للزمالك يكسب، يعني مع احترامي لوادي دجله اللي نتمنى له برضو ان هو يعمل مباراه كويسه، انما انا بتكلم على مجموعه مهارات موجوده نجحت قبل كده في ان هي تستحوذ على المباراه وتطلع متعادله، نتيجه ان كل كان في اداء فردي شويه، ما هوش اداء جماعي، ما فيش تحرك بدون كره، ما فيش ذكاء في الرفعات الجانبيه، امتى اقابلها وامتى اروح، وبعدين في صربعه في اخر المباراه تلاقي خسروا نقطتين في مباراتين. هنشوف النهارده بقى ده المباراه دي مين يتحملها؟ هل محمد صلاح ولا باتشيكو؟ شكلها محمد صلاح، ومفيش حاجه اسمها يتحمل، المهم كلهم هيتحملوا مع بعض في لقاء وادي دجله اللي لابس اصفر، والزمالك اللي لابس ابيض، وحماده صدقي يعني هو جاي مع باتشيكو، يعني حظه حلو قوي، بس ده جاي من البرتغال وده جاي من سموحه. هنشوف حماده صدقي مع باتشيكو وايه اللي هيحصل في لقاء النهارده، وبنلعب في اول دقيقتين من الشوط الاول، وعيد سخن النهارده ونازل كده على طول وشغال احمد عيد عبد الملك، لانه يعني اعتقد يعني ان هو اصبح فورمه، لانه كان ادوله فرص كتير جدا عيد عبد الملك، لانه لعيب كويس، ونقدر نشوف ايه اللي هيعمله النهارده مع مؤمن زكريا. ادي احمد سمير الوافد الجديد اللي هيستلم مكان عبد الشافي، وادي محمد صلاح. على فكره طلعته كانت جامده قوي، كان مدرب كويس قوي، مسك جولدي عمل بيها ماتشات حلوه قوي، وبعدين ما تعرفش ايه اللي حصل، انما يعود النهارده محمد صلاح من المدربين صاحب فكر، مدربين بيقدر يعني ليه رؤيه في الملعب. هنشوف ادي احمد سمير، مؤمن زكريا يلعبها على طول لطارق حامد، احمد ديودار. هنا بقى الكلام،
يعني التلات اربع نقلات كل وادي دجله هيرجع مكانه. ده اللي كنت بقول عليه. ادي باتشيكو اهو، وادي المدرب زميله اللي معاه والكابتن اسماعيل يوسف، وادي الحلاقه الطاووس اسمها حلاقه الطاووس. ده مين ده؟ رامي التماس، مؤمن زكريا، تتخطف ستالي انما اتخطف منه على طول لحاسم امام، ضغطه من وادي دجله ويخطفوها وتروح عند دودو، نقلتين حلوين تروح عند كريم، يقطع احمد ديودار، رجب نبيل يخطفها على طول مؤمن، لعيب لحازم، اتحرك سيسي انما معاه طه عادل، تطلع كوره بره الملعب. ادي الكابتن حماده صدقي الوافد الجديد لوادي دجله. باتشيكو ومواطنه المساعد بتاعه وضربة مرمى لوادي دجلة وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي وادي دجلة ضد دودو الجباس. تتلعب على طول في هدوء كده وثقة في وادي دجلة، بيلاقوا بعض لغاية دلوقتي. تروح الكورة عند تامر محب، يلم تامر ناحية الشمال عند كريم، يلعب على طول حلوة يقدر يصطادها، ولا دجلة مش راه بالموقف. ادي على طول حسام عرفات وكريم، ويطلع احمد الشناوي ويمسك الشناوي على طول لمؤمن، يعدي مؤمن وماشي، يتضغط عليه وتتخطف الكرة منه. ثقة في أداء وادي دجلة. حازم إمام ست دقايق من البداية والتعادل بدون أهداف، ولا زال جس النبض مستمر من الفرقتين. مفيش حمى البداية لنادي الزمالك اللي كنا بنشوفها على طول في البداية. بتلعب كرة مامية حلوة حلوة حلوة، في راية ولا في حاجة؟ مفيش حاجة خالص. وأول فرصة حقيقية يضيعها مؤمن زكريا، ياه على سهوة كده وتمريرة سريعة وانطلاق وتحرك بدون كرة اللي احنا كنا بنقوله لمؤمن، انما اتخض مؤمن. ادو دودو الجباس ورمي التماس لنادي وادي دجلة. ادي عيد عبد الملك، وادي تحرك بدون كرة حلو قوي. هو بقى ده اللي كان ناقص ايه نادي الزمالك، انك انت بتتحرك بدون كرة ما تستلمش على الثابت، وعيد عبد الملك يدي هدية لمؤمن ومؤمن يرفضها، والراجل يقول لك ايه ده عندكم من ده، وعلى طول مبسوط قوي هو بالتحرك بدون كوره. عموما يبدو ان هو مدرب شو تقريبا، اقعد يا عم لغايه لما تشوف ايه الحكايه. وادي خالد قمر، واحلى كوره في السبع دقائق تمريره عيد عبد الملك لمؤمن زكريا، كان هيبقى هدف جميل جدا. دوي دار حازم امام عاوز يعمل هاتو خد ويلعبها. ادي الكره السريعه لازم يشيل على طول، مع بال هيلف ويروح هتروح منه، يخطفها كريم مسعد وتبقى هجمه لوادي دجله. مشكله حازم انه بيعطل الكره في رجله، ومشكلته انه فاكر ان هو اسرع لعيب في العالم، لو لعب هاته خده ويمشي هتبقى حكايه جامده جدا. ادي حسام عرفات لاعب الزمالك السابق واللي كان في المنصوره، تتلعب الكره بيلعب بيبدو هجمات حلوه قوي. مهاب اهو صانع العاب بتاعهم يجيب منها ضربه ركنيه. أول ضربة ركنية لوادي دجلة في المباراة بعد 8 دقايق، وفرصة هدف أكيد ضاعت من الزمالك منذ دقيقتين بقدم مؤمن زكريا من تمريرة حلوة قوي ضربوا بيها خط الظهر، تمريرة حلوة من
عيد عبد الملك ضربه ركنيه ومستنيها على طول احمد الشناوي، وعلى طول بدايه هجمه بايده لعيد عبد الملك. يبدو ان هو النهارده محمد صلاح هيستخدمه استخدام كويس عيد عبد الملك، ولما يكون فايق بيبقى مكسب كبير جدا. وادي الكرات السريعه، ان انا مفيش متابعه لسه ما طلعتش، بيتابع قمر ويرجعها ورا قمر، تنزل على طول لاحمد سمير تتخطف وياخدها وادي دجله على طول. رؤوف تروح الناحيه الشمال عند مهاب سعيد، يلم مهاب وماشي، وبيجري له دودو يلعبها لدودو، هما صايدين حازم امام هناك، وتتلعب الكره بالعرض. صايدين يعني ايه؟ يعني مدرب بيبقى عارف ان حازم امام خطر عليه وبيعمل هجمات، يسقط عليه المهاجمين على طول، ودي حاجه معروفه لاي مدرب، بس المهم التنفيذ. اذا حماده صدقي واخد الحته الشمال بتاعته عشان يوقف حازم امام اللي هو بيعمل ازعاج لما بيطلع. وادي كوره سقطه هناك عند استلي، على طول يلم استلي ويلعبها، عاوز يخبطها ما تجيش، تروح الكوره على طول لعلي جبر يلعبها لاحمد ديودار. مشكله الكوره بترجع تطلع من خلف الامام ببطء. الثلاث نقلات دي كل وادي دجله رجع ورا وبدا يمسك اللعيبه. احمد سمير، عبد الله سيسي خطفت وياخدها على طول طه عادل. وعجبني قوي وادي دجله مش راهب الموقف وبيهجمهم لما الكره تبقى معاهم. واحمد سمير تتلعب سيسي رمي التماس لنادي الزمالك. عماده صدقي وسط البدلاء بتوعه ورمي التماس وسيسي ومعاه طه عادل، وتنزل الكره لمؤمن. محمد صلاح وحلو، هل هيشيل على طول؟ لو شال ضربه مرمى لنادي وادي دجله. اذا في تغيير طفيف، ان الزمالك بدا يمرر كوره بسرعه، وان الكره هي اللي بتروح مش اللعيب هو اللي بيمشي. في ال 11 دقيقه اللي اتلعبت دي في اللعيب هو اللي بيروح، هي اتلعبت طويله صحيح واللعيب هو اللي بيتحرك. حتتين كده لفتوا نظري في ال 10 11 دقيقه اللي فاتت، كان منها هدف اكيد، وحته جامب كده بهلوان حازم امام هيقوم ان شاء الله ما فيهاش حاجه خالص، كل دي لياقه بدنيه. وامير عبد الحميد وضربه المرمى عند ستانلي، يلعبها احمد سليم البنوي من الداخل، تطلع كوره بره الملعب اوت. باتشيكو بيقوم، هل هو هيتكلم؟ هل هو بيقول ايه؟ هل هم شايفينه؟ هل محمد صلاح شايفه؟ ادي على طول الكره، سلام الكره تلعيد والعيد الله. هنا بقى عبد الله السيسي فقد رونقه. ايام ما كان في المصري كان بيتابع الكور دي 10 على 10، من ساعه ما راح ليبيا ورجع بصوا 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 كان هنا بيخطف. انما انت يا عم بقى بدات مش عبد الله السيسي، الزمالك بيبني عليك هجمات كتير جدا وانت خارج فورمتك الى حد كبير جدا جدا. المخرج كده عاجبه حلاقة احمد سمير عشان يطول شوية. بتلعب ضرب مين؟ مخرج هناك حازم امام، احمد ديودار، محمد صلاح يستلم على طول مؤمن على اساس ان هم يطلعوا لعبه على طول. ادي ابراهيم صلاح يسقطها رجب نبيل بدماغه، حامد ثلاث اربع نقلات وسيطره بالكوره مش بالمشي، وفاول وضربه حره مباشره على عيد. ده المدرب ده هيبقى حكايه، يعني ايه محمد نصر هناك المخرج، اعتقد ان النهارده هيدينا انطباع عن المدرب ده، هو صاحي مع اللعب وهنشوف ايه الحكايه. ادي فاول ضد احمد عيد عبد الملك، اهو محمد نصر خلاص لقى ضلته. محمد نصر مخرج هناك لقى ضلته. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك اللي بيلعب بكل هدوء وبكل ثقه. محمد صلاح املهم اهو، و
هيخبط في الحيطه ومصفر ضرب الجزاء. هنشوف ايه الحكايه. حكم محمود بسيوني، ورينا بقى محمد نصر ايه الحكايه. هو بيقول له تعالى انت، قول له انا، قال له لا رقم. تامر محب وانذار لعبه الكوره، حسبها لمسه يد وانذار لتامر محب. فرح قوي احمد سمير، هو كان ضيع ضربه الجزاء فاكرين في السوبر تقريبا، فحمد ربنا ان هو الراجل لسه جديد بقى اهو، واتلعبت له. يبدو ان هو كان شويط، انما الكوره تخبط في ايد تامر محب وانذار وضرب الجزاء بعد 14 دقيقة، هنقول في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وضربة جزاء لنادي الزمالك من لمسة يد من ضربة حرة مباشرة لعبها أحمد سمير، وداخل عيد عبد الملك وجها لوجه لأمير عبد الحميد. عيد عبد الملك وضربة جزاء لنادي الزمالك، ويصدها أمير عبد الحميد، وتضيع ضربة جزاء من نادي الزمالك بعد ربع ساعة من زمن الشوط الأول، والتعادل لازال قائم بدون أهداف بين الزمالك ووادي دجلة. صفارة وفاول على ستانلي ضد قمر، وكلام كتير اهو هيبدأ من إسلام عادل وإنذار لمهاب. والنهارده إيه حكاية الإنذارات؟ مهاب سعيد إنذار، وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. وادي ضربة الجزاء اللي ضاعت. أمير عبد الحميد مرة واحدة كده مستواه ارتفع إلى حد كبير جدا، لدرجة إن شوقي غريب خده المنتخب، والسنين الطويلة اللي في الأهلي واللي في سموحة ودي لازم تديله الخبرة دي كلها. صراحة استوى على كبر أمير عبد الحميد، وضربة حرة مباشرة ومؤمن وكعب عالي وصفارة، وضربة حرة غير مباشرة لوادي دجلة. ضربة حرة غير مباشرة على علي جبر، وادي ضربة الجزاء اللي ضاعت من نادي الزمالك. 16 دقيقة، ال 16 دقيقة في سيطرة لنادي الزمالك، لكن في بطء شديد من نادي الزمالك في التمرير، في ثقة وعدم خوف من وادي دجلة، بيفتح خطوطه مع نادي زي اتحاد الشرطة، بيقفش هناك عند ال 18، انما في ميزه ان هو بيقطع وبيحاول يمر ويحاول ان يستغل الجبهه الشمال بتاعته. نادي الزمالك ماسك كوره صحيح زي ما حضراتكم شايفين، لكن كالعاده ناقصه ال 30 يارده الاخيره اللي هي المهمه جدا ان انت بتقدر تجيب فيها اهداف. ادي حازم، سمير حامد سي سي، سمير ترجع كوره ثانيه لابراهيم تتقطع، وعلى طول الحته اللي هم معتمدين عليها مع دودو يخش احمد يودار يطلع كوره بره الملعب اهو. ادي فكري صالح اهو مدرب حراس مرمى مخضرم مخضرم، طلع حراس مرمى كتير قوي 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 يتفنن ويطلع لك من الفسيخ شربات، وعمل من منتخبات الشباب حراس مرمى كتير قوي اخرهم ابو جمل. لو كنت شفت ابو جمل وهو رايح هناك ما تشوفوش دلوقتي. تتلعب الكوره لأمير عبد الحميد، يخش طارق حامد بفاول وضربة حرة مباشرة لنادي وادي دجلة. لغاية دلوقتي واحنا في الدقيقة 18 ما نحسش بفرق ما بين الفرقتين الا الكورة اللي اتلعبت بسرعة لمؤمن زكريا وانفرد بيها واضاع فرصة هدف اكيد، وكانت ملعوبة حلوة قوي من احمد وابو ملك. انما نقدر نقول ادي اهو فكري وتفكير عميق قبل ضربة الجزاء، انما امير عبد الحميد صدها. واحد يقول لي ايه اللي ناقص الزمالك؟ اقول له السرعة في التمرير والتحرك بدون كورة، هفضل اقول كده على طول. ايه اللي ناقص في وادي دجلة؟ مش ناقص حاجة، بيلعب في حدود امكانياته كويس لغاية دلوقتي.
وليه شكل في الناحيه الهجوميه ان هو واخد الجنب الشمال بتاعه عشان يخترق وما نجحش حتى الان انه يخترق. لسه التهنئه بضربات الجزاء، وادي اهو صلاح بيقول لهم مع بعض وبتاع، ادي احمد سليمان اهو قاعد والمسؤولين، والتعادل بدون اهداف. تقريبا رجب نبيل رقم 27 تتلعب الكوره وتروح للشناوي. نفس القصه، كوره من الخلف للامام، عيد عبد الملك تتخطف منه وياخدها وادي دجله وتروح لمهاب العقل مفكر بتاعهم، يستلم بينزل في نص الملعب عشان يساعد، ياخدها سيسي، اول مساحات فاضيه وقمر قمر قمر وسيسي، انما تمريره وحشه يقطع رجب نبيل ويطلع كوره بره الملعب. رميه تماس لنادي الزمالك، و20 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف، واللي ما كانش موجود ولسه جاي بنقول له امير عبد الحميد صد ضربه جزاء من احمد عيد عبد الملك تقريبا من الدقيقه 14 او 15. حازم امام عاوز يعمل هاتو خد، وحلو قوي لو بص بطرف عينه، انما بيشيل ثلاثه مستنيين اهو. بص 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 الراجل، بص الراجل مع العباله حلو قوي، بطرف عينك ما تجيش من هنا ابدا اي جون، انما هنا بقى اللي بفروقات، تخيل دي لو لعبها صح وغيرها اهو حلو قوي. واحد بيقول ان حازم يضرب بالهاتو خد حلو قوي، انما بتشوط فين؟ يعني سيسي مستنيك وقمر مستنيك والدنيا كلها مستنيك، انما الحلاوه في اللعبه دي ان حازم ما جراش، الكره هي اللي راحت وهو اللي جرى من غيرها، يعني تحرك دون كره وهاتو خد حلو قوي. وادي كره معاده ايضا. يلا خالد يلا خالد. بتلعب الكوره والصياح في ودننا ما تعرفش ليه، واقع لعيب على الارض. لغاية لما يقوم لاعب ادي حازم، ولو ما بصش ما حاولش هو يبص بره وضيع اجوان كتير جدا اهو. بص الاهات، بص اسماعيل، بص ايمن، بص باتشيكو، طبعا هو مش عارفين هو بيقول ايه. المهم بكره على فكره عيد البحريه 21 اكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف على القوات البحريه وهيستقبله الفريق اسامه الجندي قائد القوات البحريه. المناسبه ايه؟ اغراق مدمره ايلات. بعد 67 اليهود الاسرائيليين كانوا فاكرين ان هم بيتفسحوا واحنا انهارنا تماما، وكان في مدمره بتتفسح على بعد 12 ميل من بورسعيد، ولكن ادي الهدف اللي ضاع اهو، طلعت لها 2 لانش تروبيد، واحد بقياده النقيب عوني عازف والملازم رجائي حتاته، ولانش اخر بقياده نقيب ممدوح شمس وملازم اول صلاح غيز. اللانشين راحوا، وطبعا فرق كبير في القوه بين الدميره واللانشين، اضطر اللانش الاولاني اللي بقياده عوني عازر انه يقرر ان هو يبقى انتحاري، وفعلا دخل باللانش في الجانب الايمن للمدمره وطير نص الجنب بتاعها. بعد كده طلعت لانشات اخرى ودمرت ايلات، عشان الناس تعرف ايه الجيش المصري، وعشان تعرف الوحده الوطنيه. عازر راح وقرر ان هو يفضي الوطن بنفسه، يعني عشان الناس تعرف يعني ايه المصريين اللي احنا عايشين معاهم بقالنا مليون سنه. نشوف ماتشنا، وتروح الكره لحازم امام، محور اداء نادي الزمالك، يعدي حازم امام من دودو وماشي ويخش على طول كريم ويطلع الكره بره الملعب اول. اذا في حصار على حازم امام من حسام عرفات وكريم، والملعب متدحضر هناك سواء عند حازم او سواء عند حسام عرفات اهو، اللاعبين هناك ومريحين الطرف الشمال هنا خالص الفرقتين. مجهود رئيسي حازم امام ومجهود رئيسي حسام عرفات، ده فكر حماده صدقي وده فكر محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك. ادي حامد، احمد سمير، ترجع الكوره ورا ليدي ودار، وبدا الزمالك يلعب كعادته القديمه، كوره بطيئه
والفرقه الثانيه ترجع دفاع منطقه، وبعدين يبدا هيخترق ازاي. مفيش تغيير حتى الان، هي هي استحواذ وتمرير غلط وقطع كور ومهاب سعيد وتتخطف منه مره ثانيه. اي سرعه في نادي الزمالك على طول بيبقى خطر، اي بطء في نادي الزمالك بيبقى صيده للخصم. على طول كريم مسعد اهو بيلعب على طول في الجنب الشمال هناك لحسام، حسام 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 ودويدار، اوه ضربه ركنيه. شفت السرعه؟ الزمالك عاوز كده، الزمالك عاوز السرعه في التمرير. اللي بيعمل الكلام ده وادي دجله وحسام عرفات، ودخل علي جبر العظيم وطلع كوره ضربه ركنيه اهو، ضربه ركنيه لوادي دجله، ضربه ركنيه لوادي دجله في اخطر كره لعبها في ال 24 دقيقه اللي فاتت، والتعادل بدون اهداف. تتلعب الضربه الركنيه وحشه قوي، ياخدها نادي الزمالك وعلى طول المفروض التمرير، انما المشي للكوره حازم امام ماشي ماشي، وبعدين لعبها مخطوفه بفاول. ده اللي هنركز عليه معاكم النهارده عشان الناس تعرف ليه نادي الزمالك بنجومه بيبقى مستحوذ وما بي يعني بيوصلش او ما بيفوزش ويتعادل. تمرير خطا ومشي الكرة كتير. تتلعب الكرة لاحمد سمير الوافد الجديد باك شمال، يلعبها يقطع تامر محب بره الملعب اوت. رمي التماس تنزل عند قمر وزقه من قمر لطه عادل، وضربة حرة مباشرة لوادي دجلة. خمسة وعشرين دقيقة من زمن الشوط الأول في لقاء وادي دجلة والزمالك، ولا زال التعادل بدون أهداف قائم. وضاع نادي الزمالك ضربة جزاء عن طريق أحمد عيد عبد الملك في الدقيقة 15، صدها أمير عبد الحميد، وأضاع مؤمن زكريا انفراد بأمير عبد الحميد في بداية المباراة. إبراهيم صلاح ورمي التماس لوادي دجلة. وادي دجلة بيستدرج الزمالك بالبطء. الزمالك عليه إن هو لازم يوين. ما بيوينش الزمالك، ووادي دجلة مجرجره إلى الهدوء معاه. وصفارة ورمي التماس لوادي دجلة. بص وادي دجلة بيجره بهدوء، المفروض انا ما اهداش زيه، انا المفروض انا اللي هيج وانا اللي هاجم، انما وادي دجلة بيلعب ماتش كويس جدا، ومهاب سعيد العقل المفكر بتاعه جاب ضربه ركنيه ثانيه. ادي حماده والمدير الفني السابق. ضربه ركنيه لنادي وادي دجلة. 27 دقيقه والتعادل بدون اهداف. بتلعب الكورة وضربة ركنية مرة أخرى. أعلى تامر شوية، أعلى الكورة شوية. تتلعب الضربة الركنية. سي سي يلعبها قصيرة تتخطف. طلع له أهو يا ابني، طلع أهو. تروح عند حسام عرفات تتخطف وياخد ينزل. هنا السرعة بقى. هنا التمرير. عيد عبد الملك. على طول في العمق مش لحد امير عبد الحميد. راجب نبيل. المباراة عكس ما توقعنا جميعا انها ستكون سريعة وستكون فيها اهات وحسنا هيعلى، انما النهارده المباريات جنائزيه معرفش ليه، بطيئه معرفش ليه. اه الزمالك مستحوذ انما مش الاستحواذ، بيبادلوا وادي دجله بوعي والتعدي من اهداف، وتمريره لعيد تتقطع وياخدها على طول كريم. عندهم ثقه في نقل الكوره من خلف الامام، حسام عرفات يلعبها اماميه، وصفاره وفاول وضربة حرة مباشرة لوادي دجلة. قلشة كده
محمد صلاح بيفكر في عنصرين جامدين قوي قاعدين، معروف وايمن حفني. ايمن حفني من اللعيبه الهجامه بالكوره زي عبد الجليل زمان كده بتاع النادي الاهلي اللي كان ضيف عندنا امبارح، زي خالد بيبو كده من ياخد كره بيروح، بس هو عاوز امتى يروح وامتى يمرر تبقى حكايه بالنسبه له. لما هو بيروح على طول ليه او مش ليه بيروح فبيقطع منه كرات كتيره جدا. الزمالك دلوقتي محتاج لايمن حفني ان هو ينزل. هينزل مكان مين؟ هينزل مكان مين؟ مع يعني هنشوف هينزل مكان مين، لان يعني هنشوف. انما بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي الزمالك ممكن يلعب سنتين من غير ما يجيب جول، لانه ما عندوش الاختراق في العمق، وما عندوش لغايه دلوقتي الاختراق من الاجناب، وما عندوش دلوقتي اي نوع من الهجوم في العمق. لا خط الوسط بيخش بعمق عايز حد منه، ولا الاجناب بتشتغل. واحده بس اللي اشتغلت وضيعها مؤمن. هنشوف ايه الحكايه. انا كده مستحوذ، ولكن هدفي الاساسي ما حققتوش اللي هو وصولي الى مرمى الخصم. زي ما حضراتكم شايفين كده تتقطع الكوره وياخدها ستالي ويخش علي جبر ويقطعها، وتنزل الكوره في نص الملعب عند رؤوف واسلام عادل، يروح الكوره على طول ناحيه حازم النشط الوحيد اللي فيهم. حازم عاوز يعمل ايه؟ تاخد اهو، هيرجع تاني يديها لعيد، وعيد ينزلها في نص الملعب ليه حامد، وحامد يعكس هناك عند احمد سمير، ما شفناهوش يقوم بواجبه ولا يقوم لغايه دلوقتي، وتنزل الكوره وتروح لستالي اللي بيرجع في نص الملعب عشان يساعد وياخد فاول، وضربه حره مباشره لوادي دجله. ضربه حره مباشره لوادي دجله، و30 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل لا زال قائم بدون اهداف بين وادي دجله والزمالك. وضربه حره مباشره لوادي دجله. تتلعب الكره على طول، تنزل لعلي جبر يريحها لاحمد سمير، يلعبها لسيسي، يلحقها حلو قوي سيسي. هيبص لمين؟ هيبص لمين؟ يا راجل يا راجل يا راجل، الراجل عمل الصعب وكان بيلعبها في الجول، انما تخبط في رجب نبيل وفرصه اخرى تروح من انصاف الفرص دي. وادي ودار مع دودو، تتخطف الكوره وتروح لحازم امام، عيد عبد الملك لحازم على طول، يقطع يقطع على طول طه عادل، كريم مسعد، عرفات يلم عرفات يلعبها على طول، انما رؤوف يلعبها بدماغه وتتقطع. اول مره نلاقي مساحات فاضيه في خط ظهر وادي دجله، لو اتقطعت الكره دي هتبقى خطر، انما اتقطع فين؟ ده ماشى رؤوف كويس قوي ومهاجمين من الطرف الشمال وبيلعبوا مع بعض كويس جدا، وتنزل الكره في نص ملعب لاسلام يشوط، وعلى طول الشناوي الشناوي يطلعها، الشناوي يطلعها. الدجله هو الوصول الى مرمى الزمالك ايجابي عن الزمالك المستحوذ الذي لم يصل الا واحده ضيعها مؤمن زكريا واضاع ضرب الجزاء. عنصر الزمالك النهارده او السمه البطء الشديد في التحضير ومفيش الانطلاق في العمق. وادي دجله عامل ماتش كويس قوي لغايه دلوقتي، واحنا في الدقيقه 32 وبيلعب برزانه وبثقه، وضربه ركنيه على طول يطلع الشناوي وتقع من ايده وتنزل ويتصلح ويدخموا بعض وخلصت ولسه ماشي ولسه، والشناوي يشيل هدف تاني من تامر محب، يشيل من حسام عرفات. فرصتين في الدقيقه لوادي دجله، واحده اهو عافر فيها وتروح لعرفات ويلعبها ناوي يطلع فرصه هدف، وقبليها كان طلع فرصه هدف، وسبحان مغير الاحوال. وادي دجله هو الاخطر والشناوي هو نجم المباراه، ومير عبد الحميد نجم، واحد صد كورتين واحد صد ضربه جزاء، ولكن ما زالت المباراه على كف عفريت. هل الكره ديت او الكورتين ديت تنحرر نادي الزمالك؟ ده اللي هنشوفه. ادي عبد الله سيسي، عبد الله سيسي يلعبها في نص الملعب لحامد، وحامد يلعبها تروح تتقطع وتروح لسيسي مره ثانيه، يعافر فيها تروح لمؤمن يلعبها حلو قوي، ثلاثه ابيض لوحديهم وثلاثه ابيض لوحديهم، انا في رايه وفي صفاره،
وضربة حرة غير مباشرة نتيجة يعني تسلل. هنشوف اتلعبت الكورة فين التسلل، هنشوف اتلعبت الكورة. ده هو الراجل اللي رفع ايده هو اللي مغطي كورة يعني ايه. هنشوف الحكم محمود بسيوني يصفر على رفعة احمد حسام، كرة ما فيهاش انما قرار حكم لازم يمشي. التعادل من اهداف و34 دقيقة من زمن الشوط الاول، ومفاجأة من وادي دجلة بأداء متميز والوعي وليس دفاع، مدافع كويس وبيهاجم كويس. الشناوي شال فرصتين، امير شال ضربة جزاء، والمباراة بدأت تبقى سجال خلاص، ما بقاش فيها ايه، ما تعرفش الفرقة بتمسك كورة بتوصل هناك، انما حتى اهو بص ما فيش الكرة اللي فاتت دي ما فيهاش اوف سايد. ضربة حرة مباشرة لوادي دجلة. امير عبد الحميد على طول امامية، انما الشناوي ايه من الجوان اللي يطمنك يعني. شفتم كان يعني شال كورتين ما يعني ما شالوش الصراحة، هو فاجتين على طول. رجب نبيل بدماغه نص الملعب على فكرة بتاع الزمالك مش هو دفاعيا، على طول تتلعب الكرة عندي حازم امام، حازم يلم ويرقص تتخطف منه حسام عرفات، عامل ماتش كويس على فكرة، ومهاب سعيد يلم ويلعبها الكره ساقطه، انما على طول احمد الشناوي يمسك. واحد يقول لي ايه اللي خلى وادي دجله شكله كويس في الملعب، اقول له طارق حامد وريم صلاح لوحديهم مش قادرين على اربعه في نص ملعب وادي دجله. بصوا وادي دجله هم اثنين في النص، ابراهيم صلاح وطارق حامد، وادي دجله اربعه وبيضغطوا. الكره العرضيه تعدي على طول مغطي كريم وتتلعب الكوره، بيلعبوا راحتهم في نص الملعب، مفيش الضغط اللي عليهم. ادي تامر يلعبها تامر ترد مره ثانيه وتروح لمريم صلاح لاحمد سمير لحامد علي جبر. بص البطء الشديد سمت الزمالك واحنا بنلعب في الدقيقه 36 من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف، والتمرير الخطا والبطء الشديد السمه في هذا اللقاء حتى الدقيقه 36. ايمن حفني لما ينزل بيحرك المسائل، الزمالك محتاج واحد من نص الملعب يروح بالكوره يروح. النهارده طارق حامد وليد صلاح ما بيروحوش، مهمتهم دفاعيه. عيد عبد الملك واخد طرف، ومؤمن واخد طرف، وسيسي وقمر بعيد عن بعض، المربع ده كله بعيد خالص عن بعض، فمطلوب ان هم يتلموا كلهم على بعض. مين هيلم؟ لازم واحد يمسك ونص ملعب ويروح بيه عليهم، لا اما بتمريره لا اما يعدي. اما وادي دجله فبيمرر صح جدا، وزي ما بقول لحضراتكم مفيش ضغط عليه في نص الملعب، وادي احمد سمير يطلع كوره بره الملعب اهو. مع مرور الوقت اكتسب وادي دجله الثقه، ووادي حماده صدقي يبلع في الهجمات بتاعته، وادي الكوره بتاعت حسام بتاعت على طول دودو اللي رايحها لحسام، وفرصه هدف، انما ايه الشناوي ولد، الشناوي ولد. بص لقطه حلوه قوي، طبعا النهارده محمد نصر قاعد يلعب بره الملعب اكتر من جوه الملعب لانها في لقطات كويسه. النهارده مخرجنا عظيمه عندنا هنا، و رمي التماس لنادي وادي دجله لستالي، وفي حراسه الدفاع وتعدي الكوره، وفي حاجه غلط في نادي الزمالك اهو. ادي سمير استني يلعبها، ولو في اي سنتر فيلد كان يكملها، انما عدت بامان تتلعب الكوره. ومؤمن زكريا راح ناحيه اليمين عند عيد عبد الملك، وعبد الله السيسي اللي بينزله نص الملعب، ولسه ما بانش خالد قمر حتى الان. بدلاء الزمالك النهارده ابو جبل اسلام جمال كوفي ايمن حفني معروف حماده طلبة يوسف اوباما، وتنزل الكوره وتطول وعلى طول طه عادل في نص الملعب. لما الزمالك ضغط بدا ياخد اهو الكوره، وعلى طول حامد يلعبها لعيد اللي جه الشمال هنا، هو يلم عيد ويلعبها تخبط وترد مره ثانيه. عيد عبد الملك جه ناحيه الشمال، ومؤمن راح ناحيه اليمين، ورمي التماس لنادي الزمالك. 38 دقيقة من زمن الشوط الأول،
والتعادل لازال قائم بدون اهداف بين نادي الزمالك ووادي دجله. عيد عبد الملك غير مكانه مع مؤمن، مؤمن راح يمين وهو جه تاني في وضعته، وادي حازم وتطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس لوادي دجله. علامات استفهام في اداء نادي الزمالك، سمة النهارده البطء الشديد جدا 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 في نقل الهجمه في عمق دفاع الخصم، زي كده اهوت تتلعب كوره والتمرير الخاطئ تتلعب كوره. اما وادي دجله فبيلعب على اللعبه الوحيده بتاعته وحر فيها عن طريق الجنب الشمال، ونجحوا في الاختراق ونجحوا في تهديد مرمى الشناوي مرتين، ونجح الشناوي انه يشيل كورتين، ونجح امير انه ايضا يشيل كره انفراد مؤمن زكريا ويشيل ضربه جزاء من خالد عيد، ودول كانوا يفرقوا كتير سواء كورتين اللي شالهم الشناوي ولا كورتين اللي شالهم امير عبد الحميد. اذا المباراه معلقه وبنلعب في الدقيقه 39 وداخلين على الدقيقه 40، ولو الزمالك ما لعبش بسرعه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، ادي مؤمن يلعبها لاحمد سمير والعرضيه في ايد على طول امير عبد الحميد. امير انا ليا في الحته المحببه بتاعتهم هناك دو دار على طول يلعبها، تنزل ناحيه اليمين مره ثانيه عند حازم امام، ياخد المشوار هو هو وبيروحوا في الحته الضيقه، وبعدين مع مؤمن اصبح هو ومؤمن في الجنب اليمين، وعلى طول عاوز برضه يعمل هاتو خد، هيروح فين؟ يرفع الكرة هناك يطلع على طول امير عبد الحميد ينزل. امير على طول بايده. يلعبها لدودو وفاول وضربه حره مباشره لوادي دجله ضد علي جبر. هو كوعه غصب عنه جه في قرعه كده الجباس، ضربه حره مباشره اهو، يعني الحلقه خلت كوعه يتزحلق خير. ضربه حره مباشره لوادي دجله اللي عامل جيم كويس حتى الان، على عكس المتوقع تماما ان الزمالك ما عملش الجيم المنتظر حتى الان. ضربه حره مباشره لوادي دجله تتلعب على طول وصفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. منظر حلو قوي، الدفاع الجوي وجنودنا سواء في الرياضه بقى او غير الرياضه، وكنا لازم نقف دي احداد على شهدائنا اللي راحوا في او استشهدوا في سينا امبارح عشان الناس تنام مستريحه، عشان الناس تعرف قيمه الجيش والشرطه، وعشان حاجات كتيره جدا. انما في بعض الناس اللي مش بيفهموا لازالوا مش بيفهموا. بنوا التماس لوادي دجله وتامر محب، تتلعب الكوره وتتقطع. البطء الشديد على اداء نادي الزمالك ده حاجه من الاثنين، لا محملين لا اما في حاجه ثانيه، انما مفيش سبرنتات مفيش انطلاقات مفيش تمرير سريع، كان السمات بتاعتهم كلهم نجوم، انما في بطء شديد جدا وحركه ثقيله جدا لازم هتتحل ما بين الشوطين، لازم يحصل تغيير بنزول ايمن محب المحرك من لعيبه خط الوسط اللي بيقدر يخش ويبداوا يلعبوا بقى ايه الحكايه، انما قمر جنب سيسي ومفيش كرات جانبيه زي قلتهم، هم عاوزين كرات جانبيه عشان الاثنين يخلصوا، مفيش ابدا كرات جانبيه لغايه دلوقتي، لا احمد سمير وصل من الناحيه الشمال ولا حازم امام وصل ناحية اليمين، وبالعكس ان اللي بيوصل هو وادي دجله اكتر من مره. تتلعب الكوره نص الملعب كمان في قله عدديه دفاعيه مخلي وادي دجله يسيطر فيها، وزي ما حضرتك شايفين كده ادي الماتش ماشي كده اهو، على طول كره عرضيه وضربه ركنيه. نص ملعب نادي الزمالك يفقد عنصر الناحيه الدفاعيه، 2 على 4 دائما في مساحات فاضيه بين خطوط الزمالك خط وسط خط ظهر وهجومه، الجنبين مش شغالين، 2 راس حربه بيتفرجوا، فبالتالي اعتقد ان محمد صلاح وباتشيكو يقدروا يحلوا اللغز ده اهوت ما بين الشوطين، واحنا بنلعب في الدقيقه 43 داخلين على الدقيقه 44، وضربه ركنيه يعني ضربات ركنيه لوادي دجله اكتر من ضربات ركنيه لوادي الزمالك، اذا هم بيوصلوا اكتر وبيوصلوا بخطوره. ضربه ركنيه لوادي دجله تتلعب حلو قوي، يعلى الكوره وطالع الشناوي
يمسك الكوره ومصفر مصفر الحكم ايه وفي اعتراض عليه وبيزق اللعيب وضربه حره مباشره لنادي الزمالك تتلعب على طول. السرعه مطلوبه السرعه مطلوبه وتتلعب الكوره ناحيه اليمين عند سيسي سيسي يعجن وملكش في العجنه تطلع الكوره بره الملعب اوت رميه التماس لنادي الزمالك. 44 دقيقه والتعادل بدون اهداف. الزمالك اضاع فرصتين والشناوي انقذ فرصتين و فرصتين للزمالك انفراد تام لمؤمن وضرب الجزاء لعيد عبد الملك وفرصتين وفرصتين لوادي دجلة انقذهم الشناوي. تتلعب الكورة وضربة ركنية لنادي وادي دجلة. بين الشوطين في كلام كتير لباتشيكو ومحمد صلاح في كلام برضو اكتر لحمادة ومساعدينه. هو الحكم صفر على دي على ان في فاول رغم انه خابط في زميله. دقيقتين وقت لما ضائع احمد الدليل الحكم الرابع رفع عليهم وضربة ركنية لوادي دجلة. ضربة ركنية لوادي دجلة تتلعب حلوة قوي انما محمد ابراهيم صلاح هايل يلعب الكورة وتروح لمهاب مرة تانية عاوز يعمل هاتو خد وعملها هاتو خد. انما ابراهيم صلاح من يعني النجم الجديد الواعد الصاعد لمنتخب مصر وللنادي الزمالك وجندي مجهول في نادي الزمالك وفي منتخب مصر ابراهيم صلاح. ولكن مش لاقي معاونه صديقه بقى من طارق حامد وايضا من عيد عبد الملك ومؤمن زكريا لان هم فاتحين خالص وابراهيم صلاح وطارق حامد في نص ملعب اثنين لوحدين في وسط اربعه. هفضل اقول كده طول الماتش هنشوف ايه الحكايه بتاعه نص ملعب نادي الزمالك هنشوف ايه الحكايه بتاعه البطء الشديد من الكرة من الخلف الامام نادي الزمالك هنشوف الاجنبي اللي ما اشتغلتش في نادي الزمالك وهنشيد بنادي وادي دجله في هذا الشوط انه نجح انه يلفت الانظار باداء طيب في حدود امكانياته امام نادي الزمالك. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اللي مدته دقيقتين والتعادل بدون اهداف وتروح الكرة هناك عند ديودار. ديودار يلعبها على طول عند احمد سمير عند ابراهيم صلاح لسمير يرجع مؤمن ويرجعها مطرح ما جت تاني وياخدها مؤمن وماشي ماشي مؤمن يلعبها لديودار. ديودار بيبص هيلعب لمين تنزل الكوره لحازم امام حازم تتخطف منه ويخش ديودار يطلع الكوره تخبط وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. كل مدير فني واقف دلوقتي عاوز الحكم يصفر الزمالك هو الحكم صفر على طول اهو. هنشوف بقى محمد صلاح وباتشيكو هيعملوا ايه ما بين الشوطين وحماده سيدي هيعمل ايه ما بين الشوطين. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2 كان معكم معلق الرياضي محمود بكر واترككم لاستوديو التحليل الكابتن احمد شوبير وكابتن حلمي طولان والكابتن خالد بيبو عشان يقدموا لماذا تعادل الزمالك ووادي دجله في هذا الشوط. فالى هناك. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2 ومعكم على الهواء معلق الرياضي محمود بكر وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي وادي دجلة مع نادي الزمالك. انتهى الشوط الأول بتعادل الفرقتين بدون أهداف ويعني المباراة كان فيها كلام كتير جدا. لم يكن وادي دجلة صيدا سهلا لنادي الزمالك وآدي أيمن حفني هينزل أهو مكان رقم 10 أحمد عيد عبد الملك. يبقى أول تغيير أيمن حفني رقم 14 محتاجه نادي الزمالك في إنه هو يخش من خط الوسط في العمق الدفاعي للفريق الخصم. هنشوف بقى أيمن حفني لكن أيمن حفني فيه عيب خطير إن هو ده بيخش عاطل على باطل ما يعرفش إمتى أخش وإمتى مرر. لو الحتة دي ظبطها مع نفسه هيبقى لعيب خطر قوي انما هو واثق من نفسه زياده عن اللزوم بياخد الكره عاوز يعدي ياخد كره عاوز يعدي فبيفقد هجمه وتاثر على نادي الزمالك. هنشوف ايمن حفني وتاثيره بعد ما نزل مع نادي الزمالك مكان احمد عيد عبد الملك ويصفر محمود بسيوني حكم اللقاء ويرجع مره ثانيه الكره. يبدو ان في حد كان في النص الثاني اهو لسه بيعدل له الرقم اهو ايمن حفني بس دي معاده حتى معاده في النزول كمان يعني
المهم هنشوف بقى الشوط الثاني ونركز قوي على محمد صلاح وحماده سيدي، و100% باتشيكو دخل معاهم، ده مليون في المية انه دخل وقال لهم كلمتين. هنشوف الكلمتين بتوع باتشيكو وبتوع محمد صلاح وتعليمات حماده صدقي ونزول ايمن حفني مكان احمد عبد الملك ومدى تاثيره على سير المباراه. 45 دقيقه تقيله على وادي دجله امام نادي الزمالك اللي لم يؤدي العرض المنتظر في الشوط الاول وبيحاول او هيحاول انه يعمل عرض تاني، انما هنشوف هل وادي دجله هيستمر بثقته بنفسه وادائه المتزن وسيطرته في نص الملعب دفاعيا على محمد صلاح وحامد، ولا ايمن حفني يقلب الترابيزه على وادي دجله النهارده هو ومؤمن زكريا، وهنشوف ايه الحكايه بالظبط. الزمالك هيبقى على شمالك ووادي دجله على يمينك، وهجمه للزمالك وعرضيه لسي سي يلعبها بصدره عند ايمن حفني على طول بياخد الكره. زي ما بقول لحضراتكم ما فيش قدامه غير انه عاوز يروح بالكره بس، وده احد عيوبه الرئيسيه. ده ينفع مع المقاصه، ينفع مع الانديه اللي ما فيهاش مواهب كتيره، اما مع الانديه الكبيره اللي فيها نجوم لازم العب معاهم. يعني دي لازم حد يقول لودن ايمن حفني الكلمتين دول، ما كنت في المقاصه انت ايضا بتكون بتلعب مناول وبنا وكل حاجه، لان في قصور في النجوم جنبك انت بتعوضهم. اول او ثالث انذار في هذا اللقاء لطارق حامد لاعب نادي سموحة السابق ولاعب نادي الزمالك الحالي. بتلعب الكورة دودو الجباس وحسام عرفات عاملين جيم كويس قوي صراحة، وهنشوف هل حد هيميل من لعيبي خط الوسط على حازم امام عشان يساعده. محدش بيميل عليه، كان قبل كده احمد توفيق بيميل، كان عمر جامع بيميل، كان دايما بيرموا حد تاني جنب حازم امام لما بيتضغط عليه، انما هنشوف ايه الحكايه بالظبط. ادي طارق حامد اهو، وصوره او لعبه معاده، وتتلعب الكوره على طول بدايه بنفس البطء اهو زي ما حضراتكم شايفين، تتلعب الكوره على طول داخل المنطقه. حلوه حلوه حلوه، انما ما لبستش في دماغ سيسي لسه. سيسي الوصول الى الكوره ويستقبلها زي ما كان في النادي المصري ما جابش فورمته، لانه من اللعيبه اللي يروح ويطلع ويلعب، الحته دي ما جاتش معاه لغايه دلوقتي. بص راح وبص في اللمسه الاخيره لسه ده لعبها بصدغ دماغه مش بقرته. المهم بدات الكوره تبقى ضربه مرمى لوادي دجله، تتلعب في الحته المحببه بتاعهم عند دودو وحسام واستلي، ثلاث لعيبه عاملين غاره على حازم امام مستمره. تتنقل الكره ناحيه الشمال عند مؤمن زكريا، بيبص يلعب كره على طول، وتتنقل ناحيه الشمال عند قمر يرجع كره عند احمد سمير اهو. يمكن دي الكره دلوقتي كده على طول ايمن يلعبها بالعرض، انما يوقفها رجب نبيل ويقطع، تنزل الكره من علي جبر بدماغه كده عند طارق حامد، روح لحازم. حازم أربعة أبيض داخل الصندوق، تتلعب وحشة ياخدها عبد الرؤوف ويلعبها على طول لكريم، تنزل على دودو بيلعب ماتش كويس قوي هو وحسام عرفات، في نوع من الإصرار إن هم يلعبوا ماتش كويس. دودو الجباس وحسام عرفات 16 و19 عاملين غارات مستمرة على حازم إمام، ونجحوا إن هم يجهدوه في الشوط الاول. هنشوف الشوط الثاني هل هيجي حد مساعد للراجل ده اللي بيقوم بواجبه الدفاع والهجوم مره واحده، موقفين له اثنين في الناحيه الهجوميه بيروحوا على اثنين في الناحيه الدفاعيه، شغلانه بالنسبه لحازم امام. تنزل الكوره على طول في نص ملعب لنادي الزمالك، تروح لعلي جبر، علي جبر يلعبها لاحمد سمير، احمد سمير الوافد الجديد مكان عبد الشافي، يلعب الكوره لابراهيم صلاح يسقطها داخل المنطقه، تنزل وعلى طول ينظف طه عادل، وتعليمات مستمره من محمد صلاح، وادي ايمن حفني اللي نزل مكان عيد عبد الملك، يطلع على طول رجب نبيل ويطلع الكوره بدماغه. لمسه يد حسبها الحكم محمود بسيوني، يلعبها امير عبد الحميد. حازم امام بدماغه على طول لسيسي، جاي هنا يعمل ايه معرفش. المهم هياخد فاول ولا هيعمل ايه؟
كعبالة وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. على فكرة أوباما الآخر عمل لي شعره كده، لعيب كويس على فكرة، ويتحرك كويس جوه منطقة الجزاء، حلق حلقة واحدة مع أحمد سمير عند حلقة واحد تقريبا، إنما تتلعب الكرة لعيب كويس أوباما، ودايما كان بينزل فيه مواقف حرجة تبقى الأمور مشدودة ما بيعرفش يعمل حاجة، إنما مشروع لعيب كويس أوباما. وفاول وضربة حرة مباشرة لدجلة، تنزل الكرة من ناحية تامر محب، على طول بيتحركوا بدون كرة كويس وبيعدوا ويوصلوا خط 18. وادي استني، وادي دودو، وادي دودو، وادي دودو، وفرصة بيوصلهم بالطريقة اللي المفروض الزمالك يوصل بيها. ايه الطريقة؟ ان نقلة اتنين تلاتة، وادي دودو يحط وش رجله وتطلع فوق وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. تتلعب الكرة على طول، يقطع رجب نبيل وتنزل الكرة تروح عند جويدار. نص الملعب ملك ليه؟ وادي دجل زي ما عارف شايفين كده، ادي مهاب سعيد واستلي، توصل الكرة لتامر يلعبها لنفسه تامر، ومعاه على طول مؤمن زكريا، ياخدها مؤمن، ياخدها احمد سمير ويلعبها لمؤمن، وتتنقل الكرة وتنزل في نص الملعب على طول لابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح يلعب لمؤمن، يلم يلم وماشي وبيبص، يلعبها حلوه قوي لايمن، ايمن ايمن، هو ده اللي كان ناقص. والمخرج محمد نصر طارت منه اخطر كره لنادي الزمالك، فين اهو هيعيدها مره ثانيه بسرعه يلحق نفسه. ادي ايمن يشوط يصد امير في متابعه، انما المتابعه كانت من رجب نبيل يطلعها ضربه ركنيه. اخطر كوره لنادي الزمالك في الشوط الثاني بعد ست دقائق سبع دقائق من كوره سريعه اتلعبت من ابراهيم صلاح لايمن حفني اللي دخل في العمق بتاع الدفاع وادي دجله وشاطي صد امير عبد الحميد يتابع سيسي مع رجب نبيل اللي طلعها وحسبها الحكم فاول تقريبا. تتلعب الكوره على طول اماميه، علي جبر بدماغه، تنزل الكوره مسحات فاضيه بيستخدمها وادي دجله كتير، والكوره العرضيه هناك انما مغطي جويدار كويس قوي، تنزل في نص الملعب لنادي الزمالك، المسحات مفتوحه للزمالك زي ما هو عاوز. ايمن حفني يلعب كوره حلوه قوي لمؤمن، مؤمن مؤمن يمشي كوره كتير وبعدين يفكر يمرر، يلعبها حلوه قوي فيها حاجه، دي ما فيهاش حاجه، تنفع ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك، وكوره ملعوبه لحازم امام حلوه قوي، لو يلعب اسرع من كده بياخد مكان كويس، بيروح في توقيت كويس، انما ادي الكوره بتاعت ايمن حفني وقعت او صدها على طول امير وطلعها السنتر هاف رجب نبيل، حسبها الحكم حاجه كده معرفش حسبها ايه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. و 8 دقائق من بدايه الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف، ويعني تحسن ملحوظ في اداء نادي الزمالك من ناحيه السرعه في الاداء، وضربه ركنيه ثانيه اخرى لنادي الزمالك. ادي عبد الرؤوف كان لعيب في الزمالك، وحسام عرفات كان لعيب في الزمالك، وادي سيسي وادي قمر، وتتلعب ضربه قصيره وتتلعب على طول، انما امير عبد الحميد بالبوكس على طول يطلعها، تنزل مره اخرى وفاول لنادي الزمالك وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك احسن من الضربه الركنيه ضد كريم مسعد، واعاده لعده كور كده، تتلعب والعرضيه جميله 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 جميله، ياه ياه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، يعني سيسي توقيتاته ما هياش مظبوطه، لو شفناها مره تانية هنفضل نقول المصري برضه بص عاوز ايه، طلع غلط وراح متاخر وشلوط كده من جويدار، يعني كوره فرصه هدف 100% 100% 100% لنادي الزمالك، وكان طالع احمد جويدار لا اصطادها ولا سيسي اصطادها من فوق، ومحمد صلاح بيقول طب نعمل ايه؟ المهم ان الزمالك تحسن حاله في الشوط الثاني، وبدا يبقى في خطوره على مرمى دجله، وايضا دجله مش ساكت، وبدا يبقى في خطوره على الزمالك زي ما حضراتكم شايفين كده، وادي حسام عرفات بيزاول مهامه في الاختراق، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. في مشكله عند نادي الزمالك في الجبهه اليمين
لازم حازم امام يلاقي معاونه عشان حسام عرفات بيبخته هو ودودو الاثنين عاملين ماتش كويس قوي مع بعض على حساب حازم اللي بيقاومهم لوحده. لازم حامد يميل عليه شويه، لازم حد يميل عليه عشان اختراقات حسام مستمره على مدى المباراه حتى الان. 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني اللي بدا يبقى فيه يعني هجمات متبادله وفيه خطوره، والضربه الركنيه تتلعب على طول لوادي دجله يطلعها نادي الزمالك على طول اماميه هناك عند سيسي عند قمر وصفاره وفاول وانذار تقريبا. هنشوف انذار لمين؟ لقمر، قمر خالد قمر. ضد تامر محب. ضربة حرة مباشرة لوادي دجلة. لازم ابراهيم فايتر. وانذار لخالد قمر. سمير ابو ابراهيم علي. والمباراة معلقة. وهجمات متبادلة. لكن في أداء أفضل لنادي الزمالك من ناحية السرعة في التمرير والتحرك بدون كرة. ورمي التماس لنادي الزمالك، ولا زال نادي وادي دجله بيأدي بثباته الانفعالي والمحاولات الهجوميه عن طريق حسام عرفات ومسكه نص الملعب او ضغطه في نص الملعب زي ما احنا شايفين كده على نادي الزمالك. تتلعب الكوره على طول لابراهيم، لابراهيم صلاح، تتلعب تتخطف من تمريره وحشه قوي على طول لكريم، تنزل من كريم اماميه لدودو، تطلع كرة بره الملعب اوت من علي جبر. سنتراف كويس وقوي يعني الصراحه افاد نادي الزمالك كتير جدا. تتلعب الكوره من الصفقات الناجحه يعني الصراحه علي جبر، واللي هتنفع شوقي غريب وجهازه مع المنتخب القوي بس ما خدش فرصه لغايه دلوقتي. لعيب قوي، العاب هوا كويس، وادي كوره اهو فيها فاول على حازم امام وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. تتلعب الكوره على طول بدماغه طه عادل، تنزل لحسام عرفات يقابله حازم امام لسيسي، سيسي لحامد، وحامد يفتح اللعب هناك عند احمد سمير. احمد سمير يعمل اوفر بره الملعب اوت، ضربه مرمى لوادي دجله. مخرج المباراة محمد نصر مركز على الجهاز الفني لنادي الزمالك في اوفر شوية ولا في اعادة، لان اللقطة دي اللي بيحط قطع دي انا يعني شفتها قبل كده طلبة تقريبا، انما في اوفر في التركيز على انفعالات جهاز الزمالك، لان اي جهاز بينفعل فبالتالي يدوله فرصة ينفعل من غير ما تصوره. تتلعب الكورة وتنزل احمد سمير، وسيسي واقع على الارض وسمير مستنيه لما يقوم. ترجع الكره في نص الملعب عند ابراهيم صلاح، يلعبها لحامد، وش رجله الخارجي لحازم، يلم حازم وماشي وعاوز يخش في الزحمه، يلعبها حلوه قوي لايمن حفني، يلم ايمن حفني وداخل ايمن عشان عاوز ضربه جزاء. ايمن حفني لو لعب على ضربات الجزاء نادي الزمالك هيتاثر. ايمن حفني لازم يبقى بره الصندوق عشان يجي بالكوره، ما يبقاش هو جوه الصندوق. مشكله كبيره جدا عندي اللعيب بيستلم صح ويعدي صح احطه جوه الصندوق. ادي ايمن وادي كوره وادي على طول خطا كبير، ما فيش حد بيستغل الفرص. وحلوه حلوه حلوه فيها رايه ولا فيها صفاره وقمر وامير بيقول لاينزمان فيها ايه؟ هنشوفها مره ثانيه. طلعت الكوره اهي، طلعت ما فيهاش حاجه خالص، هو خد خطه متاخر، انما قمر بقى ما بصش، خد خطه متاخر وقمر ايه؟ بيلعبها عن طريق اتحاد الشرطه اي حاجه. بص حضراتكم جسمه مش رايح للكوره، جسمه عمودي على الكوره. المهم الزمالك افضل في الشوط الثاني من ناحيه الوصول الى مرمى او منطقة الجزاء لوادي دجلة، ولازال وادي دجلة متزن في ادائه، ولازال بيحاول يخترق من ناحية الشمال، ولازالت النتيجة التعادل دون اهداف، ولكن استحواذ الزمالك زاد، السرعة في التمرير زادت، ووادي دجلة دفاعه شايل
هو وامير كرات كتيره جدا خطره، وادي على طول مسعد كريم مسعد يلعب على طول، عندهم يعني ثبات انفعال حلو قوي، ما يلطشوش، بيطلعوا كوره صح من خلف الامام، بينزلوا للكوره وبيعافروا فيها. ادي علي جبر لابراهيم صلاح، ميزان قوي جدا في نص ملعب نادي الزمالك، تروح الكوره لاحمد سمير، احمد سمير ما هوش سريع، ما هوش لسه ما لفتش النظر بشده، ابراهيم صلاح لحفني، حفني ياخد فاول. هنا الكرة بتاعت حفني، هنا اللي يخش حفني، هنا اللي ممكن يمرر وممكن امر، مش كل مره امر يقدر يضحك عليه في كرات كتيره لانه لعيب كويس. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، هل الزمالك يفك المشكله بضربه حره مباشره او بكره ثابته؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. انما الزمالك في الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول، ووصل وراح، ودفاع الوادي دجله وحارس مرمى امير مع رجب مع طه عادل مع تامر مع كريم مسعد مع عبد الرؤوف اسلام عادل، كل دول مقفلين مظبوط في نص الملعب وفي خط الظهر، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. يا في نص الجون على طول احمد سمير فيها فكره، انما طلعوا الحيطه بره زي ما حضرتك شايفين اهو، طلع الحيطه بره وشاط، انما في نص الجون لامير على طول يمسك. 16 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ولا زال التعادل قائم بدون اهداف من نادي وادي دجله ونادي الزمالك، ولكن الشوط ده هنلاقي فيه اهداف. واحد هيقول لي عند مين؟ اي حد او اي مرمى ممكن، لان الفرقتين بتهاجم بعض. في انذار ولا ايه؟ ولا بيزرر الزرار؟ وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. على طول تروح ابراهيم صلاح، طارق حامد، حازم امام. يمشي حازم امام وجنبه حفني، يمشي حازم، يمشي حازم ورايا وصفاره، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اذا شجاعه الزمالك في الانطلاقات وسرعه الزمالك في الانطلاقات بتولد فاولات. هل الفاولات دي هتفيد نادي الزمالك من الكرات الثابته؟ ممكن جدا في الرفعات، وممكن جدا من الكرات الساقطه على حدود منطقه الجزاء لنادي وادي دجله، وممكن جدا تبقى هجمه مرتده على الزمالك من كره زي كده تعمل مشكله ولنادي الزمالك. كل الاحتمالات قائمه في هذه المباراه، واحنا في التعادل دون اهداف، وادي كره وحشه قوي جاي من ناحيه الشمال ناحيه اليمين احمد سمير عشان يلعبها كده، مش ممكن. على طول يخش طارق حامد يعليها، بس بقول لكم تيجي هجمه مرتده، بس بقول لحضراتكم ممكن الزمالك يستفيد، ممكن تيجي هجمه مرتده. جت الهجمه المرتده لعبها وحش قوي دودو وانقذها علي جبر، وادي مهاب سعيد، مهاب سعيد يلعب الكوره لتامر محب، مزعجين جدا جدا وادي دجله، وتتلعب الكوره وتسقط وعلى طول يطلعها احمد ديودار، مساحات فاضيه يسيبها على طول رجب نبيل، وترجع الكوره لامير عبد الحميد. امير عبد الحميد لرجب نبيل، ينزلوا الكوره ويرجعوا بيها بصح قوي من خلف الامام لاسلام عادل، يرجعها بكل ثقه لطه عادل، وعلى طول اماميه هناك تروح ناحيه اليمين عند احمد سمير، يلم احمد سمير ويرجعها على طول لعلي جبر. علي جبر ليه ديودار؟ هيبداوا تاني رحله الهدوء، بنسميها رحله البطء. حازم امام يلم حازم مشى بيها، وبعدين الاخر هيروح عاوز يعدي تروح منه، وبعدين تتاخد منه، تبقى هجمه معاكسه في المكان بتاعه زي ما حضرتك شايفين كده. ادي دودو وعلى طول ديودار النبادي بقى واخد تعليمات يغطي عليه، فغطى النبادي وتروح الكوره لعلي جبر. علي جبر ينزلها لابراهيم صلاح، ابراهيم صلاح ينزلها في نص الملعب على طول لقمر. ايه اللي نزلك هنا قمر؟ ايوه ده اللي يستلم، ايمن حفني لازم يمرر ويستلم ويجري، يلعب على طول لحازم. مين اللي هيجي لحازم؟ رقص حازم، انما كريم برافو ياخدها منه. عنصر قوه في ولياقه كويسه في وادي دجله، وثقه عرفات على طول تتلعب كره عكسيه هناك في المساحه عند استلي، انما في رايه وفي صفاره وفاول على استلي، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، تتلعب على طول ناحية الشمال عند مؤمن، وتنزل وياخدها مرة تانية، وتروح لأيمن حفني، أيمن حفني يلعبها على طول لقمر، يستقبلها وحش تتاخد منه،
ومهاب سعيد والمساحه الفاضيه واستلي ويخش على طول علي جبر. قوي قوي قوي، مكسب قوي جدا لنادي الزمالك. وكان الزمالك قبل كده اي هجمه مرتده تلاقي الكره في عبد الواحد، انما علي جبر وديودار وكوفي الصراحه عملوا شغل كويس قوي. ادي مهاب وضربه مرمى لنادي الزمالك. الصفقات الدفاعيه في نادي الزمالك عاليه جدا وافادت الزمالك الى حد كبير جدا. الشناوي وديودار علي جبر، ويعني لسه طارق حامد معلمش لغايه دلوقتي. وادي كره معاده ل قمر النهارده، كره بينيه حلوه قوي لمؤمن، مؤمن زكريا. مين اللي هيشوط من هنا؟ صلاح لسيسي، وسيسي قمر وفوق وضربه مرمى لوادي دجله. اذا في تحسن في الاداء الراجل هو حاسس بيه لنادي الزمالك، بدأوا يوصلهم وبدأوا يخشوا المنطقة وبدأوا يشوتهم، وعلى واد دجلة انه لازم ياخد باله لان 6-7 ابيض داخل منطقة جزائه. عاوزين شوية تعاون فقط، ولكن دفاع وخط وسط وادي دجلة عاملين ماتش كويس قوي. النهاردة مدير ادارة الانتاج ابراهيم علي ومدير الانتاج محمد عطية وفرقته عصام عصران ومحمد فهمي ومجدي عارف، رئيس تحرير وليد عبد السلام، مدير التحرير احمد التيموني، والمعدين بدوي سعد، وليد قاسم، محمد حامد، ومايكل مجدي. وتوصل الكوره على طول لمؤمن تطلع بره الملعب اول. اما مدير تحريرنا النهارده فاحمد التيمومي، ومخرجنا الجميل محمد عظيمه، ومدير التشغيل العشري، ومراسل ملعب ماجد غراب بيعمل لقاءات حلوه قوي ماجد غراب، وطارق عباده صوت، مهندس الصوت، وهويدا النجار وهند شوبير اثنين مساعدين لعظيم. فاول زي ما حضراتكم شايفين كده على مهاب سعيد، وضربه حره مباشره لوادي دجله. ثانيه 21 دقيقه من زمن الشوط الثاني، ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف، ولا زال وادي دجله ند لنادي الزمالك، ولا زال نادي الزمالك بيحاول يبحث عن هدف. ومؤمن زكريا على طول عكسيه عند سيسي يطلعها طه عادل. سنترافين عاملين شغل كويس قوي، سنترافين هنا وسنترافين هنا عاملين شغل كويس قوي، وحارس مرمى هنا وحارس مرمى هنا عاملين شغل كويس قوي. اذا الفرقتين بيهاجموا بعض كويس قوي. ادي اوباما بيستعد عشان ينزل، اعتقد هينزل مكان سيسي. تتلعب الكوره وتنزل على طول لاوباما، بيعملها كده واحده شراب ما تجيش معاه، انما ياخدها الراجل عامل ماتش كاس قوي دودو الجباس. تنزل لمهاب سعيد، بص نص ملعب مفيش حد بيضغط لان عدد قليل في نص ملعب، اثنين بس على اربعه بنقول كده من الشوط الاول. تنزل الكوره على طول لوادي دجله، بيلاقوا بعض في نص ملعب كويس قوي، بيحولوها ناحيه الشمال على طول يسيبها حازم امام وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. تتلعب ليدي ودار لطارق حامد. تتخطف الكرة وتروح لحازم. مرة تانية طارق حامد. أيمن حفني. يقطع رجب وينزلها لمهاب. ضغطة بفاول وضربة حرة مباشرة لنادي وادي دجلة. التعادل بدون أهداف 68 دقيقة من المباراة. وادي دجلة واقف على رجله، عارف بيعمل ايه. الزمالك افضل من الشوط الاول، ولكن مفيش خطوره الا على فترات، ومفيش اختبار للمرميين زي الشوط الاول. وادي ابراهيم صلاح، وادي حامد، وادي ايمن حفني، يلم ايمن وماشي ويلعبها على طول لاحمد سمير ما يلحقهاش، ورمي التماس لنادي وادي دجله. وادي التغيير الثاني لنادي الزمالك، يوسف اوباما راح يطلع قمر وينزل يوسف اوباما. الولد ده لعيب قوي ودايما ينزل في المواقف الحرجه، انما النهارده نازل وعنده وقت. يوسف اوباما رقم 33، اعتقد هو عنده فطانه عن سيسي وعن قمر. هنشوف اوباما، واعتقد هو اللي يقدر يفك
لغز العقم الهجومي لانه بيتحرك جوه 18 كويس واسكى داخل المنطقه من سيسي ومن قمر. هنشوف مع بعض وفاول وضربه حره مباشره لوادي دجله. حماده صدقي واقف على الخط بيشوف الساعه كام والتعادل بين اهداف وفاول من ابراهيم صلاح وضربه حره مباشره لوادي دجله وتغيير. هيطلع استلي وينزل مين بقى؟ الشبي. عندنا الشبي ده هينزل مين؟ ده هينزل عبد الفتاح اغا فرود بفرود. اغا هينزل تغيير يعني في نديه، يعني انا مش خايف منك، انا مش خايف منك، حاجه كويسه من وادي دجله. نزل اغا مكان استلي اللي عمل مجهود كبير جدا دفاعي في الشوط الاول وبدا اغا، هيبقى اغا جنب دودو الجباس. وايضا نزل اوباما مكان خالد قمر، لسه ما شفناش ايمن حفني وتاثيره في الشوط الثاني مفيش. وتتلعب رمية التماس على طول حازم امام، حازم امام و26 دقيقه من زمن الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف. وترجع كوره لامير عبد الحميد، امير اناميه هناك وصفارة، وراجع من الخلف للامام ضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. كنت اظن ان صوتي النهارده هيبقى في الدجا، انما المباراه جاءت عكس ما توقع الجميع، هدوء وسكينه ونديه من وادي دجله وصعوبه في الوصول الى مرمى امير عبد الحميد من نادي الزمالك وحاجات غريبه جدا بنشوفها النهارده، ولكن لازالت المباراه معلقه حتى الان بين وادي دجله ونادي الزمالك. هجمه للزمالك وتروح لتامر محب، انما يقطع ابراهيم صلاح جندي مجهول وينزلها على طول لطارق حامد، يلعبها لاحمد سمير، تنزل في نص الملعب على طول لسيسي، تروح الكوره لمؤمن اللي واخد جنب هناك ومحاصم الدنيا واقف على الطرف الشمال هناك لوحده، فاقد كتير جدا من مجهوده، لما بيخش جوه بيخرم بدون كره بيبقى خطر جدا، انما موقفينه على الطرف الشمال فاتحين ليه هناك، والفتحه دي لا رفع اوفرات ولا استفادوا منه لغايه دلوقتي الشوط الثاني مؤمن زكريا، ولا الطرف الشمال عن طريق احمد سمير، كل الطرف اليمين هو اللي عامله حازم امام، وادي على طول اوباما اللي جه ناحيه اليمين، انما في كثافه عدديه. على طول ادي حسام عرفات واوباما، على طول تخبط الكوره ياخدها نادي الزمالك، حامد يسيبها وتطلع بره الملعب او رمي التماس لنادي الزمالك. رمي التماس لنادي الزمالك، هنشوف الكوره اللي فاتت دي، وقع اوباما ودي اعاده طبعا، حازم امام بدماغه اتنين وادي اوباما، ويلعبها حلوه قوي فيها فكره ويخطف الكوره، انما تطول منه مستنيها. وادي كوره اخرى يعني من مؤمن زكريا، لو نشوفها في الاعاده الراجل مستني الكوره. ضربه مرمى لوادي دجله. طب انا اعرف اللعيبه ازاي بقى؟ بعرفها من ارقامها، كلهم حلقين حلقه واحده، فيعني عاملين كده خيال كلهم شبه بعض. المهم ضربه مرمى لوادي دجله. وادي قمر في الكوره اللي فاتت دي قبل ما يطلع. الزمالك ماسك كرة اكتر واكتر محاولات هجوميه، ولكن اللمسه الاخيره مش مظبوطه، المباراه معلقه ومش هتنتهي بالتعادل، الفرقتين بيهاجموا بعض، يا ترى مين اللي هيغزو مرمى مين؟ هنشوف. ادي حفني رقص واحده كده لدودو، انما دي معاده، تنزل الكوره لديودار لعلي جبر، يسلمها للمجتهد ابراهيم صلاح، يلعبها لاحمد سمير، احمد سمير تخبط بلياردو وتروح، ويطلع امير عبد الحميد ويمسك. امير عبد الحميد ارجع عاليه، يوقفها مهاب حلو قوي، ويلعبها على طول ناحيه اليمين عند اغا، والعرضيه على طول تلاقي دماغ علي جبر ومغطي ومستنيها حازم، مغطي كويس قوي صراحه، وتروح لحامد منتهى الخطوره، يلعبها على طول لحازم، حازم امام على طول اماميه هناك عند سيسي، وتبقى الكوره بره الملعب اوت. ماسكه رجب نبيل، ماسكه عامل ماتش جامد قوي عالي قوي، طه عادل ورجب نبيل الاثنين عاملين ماتش كويس قوي، سنترافين بتوع وادي دجله. تتلعب الكوره وصفاره
عبد الله. خلي كريم هنا عشان مش فاهم. يلا تركيز بقى، تركيز حره مباشره لوادي دجله. تتلعب على طول، تعدي من الراجل بغرابه جيده جدا من ايمن حفني وتروح لاحمد سمير، واغا على طول عكسيه هناك، وبعقل كبير جدا 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 جودار يطلعها ضربه ركنيه. بقول لحضراتكم المباراه معلقه و75 دقيقه، يعني نص ساعه من زمن الشوط الثاني، والتعادل بدون اهداف. واغا حماده صدقي رماه على احمد سمير، عامل مشكله برده ناحيه اليمين ومشكله من ناحيه الشمال، وضربه ركنيه لوادي دجله تتلعب على طول، وطالع على طول احمد الشناوي يمسك الشناوي بتمريره اماميه على طول فيها فكر برده عند مؤمن زكريا، يلم مؤمن ويرجعها على طول ورا لايمن حفني. ايمن عرضيه ضعيفه ما توصلش، يخش عازل امام ويطلع كوره بره الملعب. رمي التماس لوادي دجله، عمل مجهود كبير الصراحه الراجل ده، وعليه شغل كبير الراجل ده، نجح دفاعيا ونجح برضه هجوميا الصراحه النهارده، عاملين عليه شغل. كل الشغل كان على حازم امام، انما نجح صحيح اخترقوه، انما نجح الى حد بعيد في انه يبذل مجهود النهارده. معقول حازم امام لم يتماس لوادي دجله، بتلعب من كريم مسعد لدودو اللي عمل برضه مباراه حلوه قوي لغايه دلوقتي، هو وحسام عرفات نفذوا فكر المدرب وعملوا ازعاج لخط ظهر الزمالك سواء في العمق او في الجبهه الشمال بتاعته، على عكس قمر، على عكس سيسي، على عكس حتى مؤمن زكريا. تتلعب الكوره وتروح لعلي دبر، تتلعب الكوره على طول لابراهيم صلاح. فين ايمن حفني؟ المفروض هو اللي يستلم الكرات دي وهو يبقى العقل مفكر، انما ايمن حفني نازل تايه، المفروض هم اللي يبصوا لايمن ويشغلوه. ادي اغا، ترجع كوره على طول لرجب، عكسيه في الحته المحببه انما بره الملعب. واحد يقول لي فين ايمن حفني؟ اقول له لازم انا لو مدرب بره اقول له انزل استلم، لانه هو الوحيد اللي يقدر يستلم ويسلم ويعدي، انما هو مش باين في الملعب. ايمن حفني اهو، بص لوحده ازاي اهو بيتمشى داخل دايره السنتر، صحيح الكره مش معاهم، انما لما الكره تبقى معاهم لازم يدوروا عليه اهو، لازم ايمن يستلم ده. ايوه ده يستلم، يستلم بيعمل شغل على طول تمرير وهو ماشي، ومرر 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 ومرر، انما مؤمن النهارده مش هو يقطع على طول. طه عادل عاملين مباراه كويسه جدا، طه عادل ورجب نبيل. رمي التماس لنادي الزمالك، وعلى طول تتلعب وتنزل وتخبط وتبقى رمي التماس مرة أخرى لنادي الزمالك. بصوا النبي تمريرة بدون تركيز، ترجع على طول هجمة ياخدها الزمالك مرة تانية على طول. إبراهيم صلاح يعكس الملعب بدون ما يبص، دودو على طول بدماغه ينزل جودار، وعلى طول هما صراع في التمرير وصراع في الانتشار. ادي كوره على طول لكريم يلعبها حته شباب كده ويلمها، وبيلاقوا بعض زي ما انتم شايفين كده، وعلى طول في المساحه الفاضيه حلوه قوي لاغا اللي نازل بفكر، روح هناك واستنى وهيطلع له محب، شطه حلوه قوي وتنزل، هل هيلحقها؟ هل هيلحقها يلمها؟ فعلا ده مين ده؟ عبد الرؤوف لاعب خط الوسط المدافع اللي داخل في عمق دفاعات الزمالك، تتلعب ضربة انما الشناوي حارس يعني يطمن فعلا، وامير برضو اصبح يطمن. ادي مؤمن زكريا تخبط فيه وتطلع بره الملعب، تتلعب رمية التماس وتنزل في نص الملعب على طول ايمن حفني ويمشي ويبص ويلعبها وحشه قوي، يلعبها وحشه قوي قوي قوي، تتخطف وتروح الكوره ليه على طول لكريم، يلعبوها لدودو، بصوا يلاقوا بعض. ادي على طول كريم باك شمال كويس قوي على الفكره، عمل حته شراب وطلع بيها حسام عرفات، هيعمل هات وخد
ولا هيخترق ولا هيديها هناك؟ اداها هناك لاغا، هل هيصلحها ولا يعدي ولا هيعمل ايه؟ يلعبها ويجيب منها ضربه ركنيه. اذا اللي كان منتظر الزمالك يعمله اللي بيعمله النهارده وادي دجله من حيث الانتشار والتمرير والوصول الى مرمى الخصم. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. من 20 حازم، من 20 حازم او 2 او 25. عاوزين الماتش بقى كفايه كده. كتير كتير كده. ضربه ركنيه لوادي دجله تتلعب حلوه قوي، يا سلام على الشناوي يلعب الكوره بالبوكس من وضع خطر جدا، ان انا متابعها حلو قوي. ادي كريم باكس باك كويس قوي على فكره، كريم مسعد يتخطف في الكوره وعلى طول يعافر اسلام عادل مع طارق حامد ويصفر الحكم فاول على مين؟ فاول على طارق حامد. ضربه حره مباشره لوادي دجله. ادي عامل ماتش كويس قوي اسلام عادل واحمد رؤوف، يعني خطوط متناسقه و يعني نرفع قبعة النهارده لوادي دجله حتى الان واحنا في الدقيقه 36 من زمن الشوط الثاني والتعدد من اهداف. وعرفات الكوره مره ثانيه تروح لوهاب، وهاب وهاب تتخطف ياخدها نادي الزمالك على طول، هجمه لنادي الزمالك وفي مساحات فاضيه وفي اربعه تتلعب الكره على طول ناحيه الشمال عند حفني، يلعبها بسرعه لمين؟ يلعبها لمؤمن، ومؤمن يلعبها على طول اي حاجه لامير عبد الحميد. واحد يقول لي مؤمن زكريا عاوز ايه؟ اقول له عاوز قوه. اللعيب حريف لكن ما عندوش القوه. طب هتدي له قوه على كبر؟ صعب. فمؤمن زكريا من اللعيبه الحريفه واللي بياخد مكان كويس ولكن عاوز عنصر القوه. يا سلام على التمريره بتاعت حفني، انما الراجل مش فاهمه، الراجل ماشي وعطى تمريره عكسيه، انما الراجل نايم مش متوقع ان هو يديله التمريره دي. ادي الكوره اهي معاده تاني مره تانيه، وادي قلم على الماشي وزق على الماشي برضه، وهنشوف هيحسبها ايه محمود بسيوني حكم اللقاء. هل الوقت يسرق الزمالك؟ هل وادي دجله يستمر على صموده وادائه المتزن دفاعيا وهجومه؟ هنشوف الدقائق اللي فاضله واحنا في الدقيقه 82 من زمن المباراه. النهارده وانا في الراديو جاي سمعت كده اذاعه شباب الرياضه الجميله صاحبه الفضل علينا بيعملوا اعلان عن معلقين جدد. في شرطين حلوين قوي وشرط مش حلو. شرط لازم يكون لعيب دولي او حكم دولي، حلو قوي ده لازم كده بتاع الاستاذ فهمي عمر. اما لا يزيد سنه عن 45 سنه، يعني انا هختبر وعندي 45 سنه كتيره شويه، 45 سنه اكيد لازم، هم كانوا عاوزين 35 والاعلان غلط. هنشوف ايه الحكايه، يعني نتمنى كده ان اذاعه شباب الرياضه هي صاحبه الفضل على كل المعلقين اللي في مصر سواء اللي فاتوا ولا الموجودين، ولا ما عداش على اذاعه شباب الرياضه ما عداش على مصر. ضربه حره مباشره لوادي دجله، حازم امام طلع عمل مجهود كبير جدا الصراحه. التعادل بدون اهداف. نزل كوفي، محمد كوفي نزل رقم 8 راقل كل المراكز، لعيب مجتهد. التعادل بدون اهداف ودخلنا في اللحظات الحرجه والهدف له ثمن. يا ترى النتيجه النهارده ايه؟ ده اللي هنشوف. هتاخد مع مهاب على طول، علي جبري يقطع سيسي لطارق حامد يلعبها لايمن حفني، يلم ايمن ويلعبها على طول لطارق، وطارق يعملها اي حاجه. وضربه مرمى لوادي دجله. ضربه مرمى لوادي دجله. أمير عبد الحميد ثانية، طارق وإبراهيم يلا يلا وفاول
ضد علي جبر وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. طارق حامد، كوفي داخل المنطقة، طه عادل بدماغه، كريم احد نجوم اللقاء النهاردة، كريم مسعد لعيب كويس، رمي التماس وكوفي وأوباما في إيد أمير عبد الحميد. تامر محب بيتحرك لمهاب بره الملعب أو ترمي التماس لنادي الزمالك. أخطر لحظات المباراة نلعب في الدقيقة 85 يعني الدقيقة 40 وحمادة صدقي يعني بيمسك ركبه مش من حاجة. أي مدرب دلوقتي مباراة معلقة وآدي على طول مؤمن ينشن في تامر محب ويديها لمهاب سعيد ومهاب سعيد على طول أمامية هناك علي جبر بدماغه تنزل الكرة عند تامر. تامر يخش علي جبر ويطلع كرة بره الملعب. في كده تحس ان في اجهاد في لاعبي نادي الزمالك سواء اللي نزلوا او اللي طلعوا، في اجهاد في حمل في حاجه يعني مفيش اللعيب مش على طبيعته من ناحيه اللياقه والسرعه والتحرك وكلام من ده. هل هو حمل زياده ولا مفاجاه ان وادي دجله يعني نجح ان هو يخطف ويسدد ويهدد ويدافع لنادي الزمالك اللي ما كانش عامل حساب كده؟ ما اعتقدش. تتلعب الكورة عالية تنزل من عبد الرؤوف وتروح لكوفي على طول حسام عرفات يلم حسام ويلعبها على طول تنزل الكورة ياخدها نادي الزمالك. أيمن حفني يلم وفي فاول وإنذار وضربة حرة مباشرة وإنذار إنذار لحسام عرفات. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. وتغيير هيطلع حسام عرفات مهاب سعيد هيطلع وينزل أحمد المرغني. مهاب سعيد وينزل أحمد المرغني ده كان لعيب زميل علاء علي وزميل حازم إمام. طلع مهاب سعيد عامل ماتش كويس قوي ونزل احمد المرغني رقم 12. مهاب سعيد طلع ونزل احمد المرغني كان لعيب كان طالع مع حازم امام وعلاء علي وكان عاملين انما في استمر وفي ما استمرش بدا يتنقل هنا وهنا وهنا وتاه. مؤمن فرق لياقة طه عادل يقطع علي جبر قوي الشناوي ديودار 88 دقيقة وهل يبقى التعادل الثالث لنادي الزمالك أم الدقائق الباقية تغير الحال؟ هنشوف. بتلعب الكورة وتنزل لطارق حامد، طارق حامد على طول لسيسي يقطع طه عادل تنزل لإسلام عادل على طول إبراهيم صلاح يلعبها وتروح له مرة تانية وأربع دقايق وقت بدل ضائع بيعلن عنهم الحكم أحمد الدليل الحكم الرابع وبيفكر حامد مرة تانية يعكنن على المدربين والزمالك ويشوت أي حاجة وضربة مرمى لوادي دجلة. اهو للمرة التانية وفي توقيت غير مناسب وغير وضع مناسب وضربة مرمى لوادي دجلة المجتهد. الدوري السنة دي باين عليه هيولع إذا انتظم. نتمنى كده لشوقي غريب وجهازه علاء نبيل واحمد حسن سمير عدلي وسامه وصبري الدكتور طارق سليمان والدكتور حسام الابراشي وحسنين حمزه يستعدوا بقى للسنغال. اليوم ده مش هتلاقي حد ماشي في الشارع. نتمنى المنتخب مصر كل
التوفيق ان شاء الله. علي جبر طارق حامد وفي صفاره ورايا وصفاره وضربه حره غير مباشره احمد والعيله رافع عليها. ده احمد حسام اللي رافع على الكره اللي فاتت دي. كره معاده ما بين رؤوف وايمن حفني بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع. اذا كان في مراهنات زي اوروبا كان الناس اللي كانت هتراهن طبعا كان كله هيراهن على الابيض، وده طبيعي فرق مستويات وفرق كل حاجه. المراهنات في اوروبا طبعا عندنا احنا لا طبعا حرام. وفصل من الفصول البيخه للاعيبي نادي الزمالك حتى الان ممكن جدا. واحد يقول لي ما تسكت يا اخي الماتش ما خلصش. هسكت طبعا. تتلعب الكوره يقطع كريم مسعد تطلع بره الملعب. الله يكون في عون المستشار مختار منصور، عمل كل حاجه الراجل، عمل كل حاجه وجاب كل حاجه. وهنشوف الحاجه دي ايه اللي فوق. ويطلع على طول امير وتنزل وتتخطف ويصفر فاول وضربه حره مباشره لوجدي. عمل كل حاجه، اشترى يعني محدش يقدر يلوم اي حد. مدرب جاب، مدرب مشى، مدرب جاب، جرب كل حاجه. ولكن واحد هيقول لي في حاجه غلط. ايه الغلط بقى؟ محدش يعرف لغايه دلوقتي. حسد ولا ايه؟ ولا حد مزعل حد ولا ايه؟ هنشوف. المهم ان الدوري طويل 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 وفرق البطولات ما تيأس ابدا. وادي حلاقه من نوع جديد اهي وبتاعه كوفي، بتتلعب الكوره وتنزل وبنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع. وشايف انا كابتن شوبير دخل مع الكابتن حلمي طولان والكابتن خالد بيبو، عندهم كلام كتير يقولوه. ولكن المباراه لم تلفظ انفاسها الاخيره، وفي مثل هذه المباريات لازم تقعد ساكت لغايه لما الحكم يصفر. التعادل بين اهداف بين وادي دجله والزمالك في مباراه غير متوقعه، اداء من نادي الزمالك واداء قوي من وادي دجله. ويصفر محمود بسوني، اهو بيقول له ناقص دقيقه، وفعلا ناقص دقيقه. ويصفر محمود بسوني حكم اللقاء بانتهاء الشوط الثاني بمفاجاه من العيار الثقيل امام نادي الزمالك بالتعادل بدون اهداف، ليرتفع رصيد الزمالك الى 6 نقاط من 4 مباريات، ويرتفع رصيد وادي دجله الى 5 مباريات من وادي من 4 نقاط. وسبحان مغير الاحوال حماده صبحي يروح وادي دجله يعمل حاجه.